اغلب هاي المقرات الحزبيه هي كانت اما دوائر حكوميه او ملك للشعب، ليش يتم حرقها؟ يعني هو اللي مسيطر عليها او اللي ماسك زمام السلطه. هذا الملك ملك شعب. لا 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 اكو، انا جاي هو مسيطر عليها وجاعلها مقر الفساد، انا اتحاسب. يعني انه تحرقها هي المقر نفسه؟ انت اذا كان عندك خلاف مع الحزب لا، هو السياسي، المعلومات ترى هي كلهم ماخذينها، هم ماخذينها باسم احزابهم، ماخذينها باسم احزابهم. مو لكن هي تبقى ملك دوله لو مو ملك دوله؟ هسه انا كمواطن ويعني اريد اعبر عن 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 غضبي، يعني اريد اعبر التعبير بالغضب. عن احتجاجي. التعبير بالغضب يا استاذ احمد يقتلني. هاي المقرات انقتلت امامها. لا لا. شباب هاي هذا زين، يا ياهل ياهل ابدا الدم لو الطابوقات اللي احترقت. التعبير بالغضب يتم بحرق؟ والله يا عمي الشعب العراقي صبر صبر ما صاير. امريكا انه ايش قد تعبوا على شعبهم، وايش قد حاولوا يصدرون الديمقراطيه وباقي الامور. واحد اسود مجرم مات، احترقت امريكا من الطول للطول. عم احنا 800 حرقنا لنا طابوقات، كل شيء ما سوينا، والطابوقات ذني باب مقرات. عندنا شباب، يعني ايش معنى بهذا؟ شباب كل واحد يسوى له 1000 عمامه سياسيه و1000 سياسه. استاذ احمد، يعني من اللي خلف التظاهرات بصراحه؟ خلف التظاهرات العراق، الغيره العراقيه الوطنيه، الناس الناقمه من هاي السلطه اللي سرقت احلام الشباب، اللي دمرت الشعب. يعني ما كان يجيكم اللي دعم خارجي؟ اللي ماخذ العراق للدمار. احنا مقبلين على عقوبات اقتصاديه. لا لا، ما كان يجيكم دعم خارجي؟ والله اكو عندك مخابرات، وعندك امن وطني، وعندك امن حشد، واجهزه امنيه، هاي كلها الحمد لله والشكر تشتغل ضدنا. هاي حمايه السلطه. ما قدروا استاذ، بالمناسبه خصوص الساحات، ما قدروا يثبتون دخول سنت واحد للساحه. طيب هسه اذا اكو شخصيه، ما قدروا يثبتون. لا 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 استاذ احمد، خلينا نوضح استاذ احمد. لا لا، حتى اوضح لك انا. لا لا، حتى نسولف انا وياك. يلا بس اهدى عليك كيفك. ليش تصير عصبي؟ ماكو داعي للانفعال، انا جاي نسولف اصدقائي.